نقول بسم الله. احنا كنا مفترض ان احنا نتكلم على حاجه اسمها الموديول، خلاص الموديول اللي هي لو احنا بصينا كده على السريع خدناها مش هنتكلم. الموديولز اللي احنا كنا بنجمع ملفات بتاعتنا دوباي نحط فيها الفانكشنز والكلاسز بتاعتنا، وبناء عليها بنقدر نسرعها بكلمه ايه؟ امبورت، صح؟ وبنبقى بنشتغل بقى عليها بالامبورت من غير ما نتعب نفسنا، او بنعمل الفايل بتاعنا او الفانكشنز بتاعتنا مره واحده، وبعد كده بنبدا ايه نستخدمها في الملفات الخاصه. لو عرفنا شويه فانكشنز مساعده نتعرف من خلالها على الموديولز الخاصه ب اللي احنا عندنا في مفهوم اوسع او نقله اكبر من الموديولز اسمها باكج. اسمها ايه؟ باكج. والباكج مفهوم موجود في كل لغات البرمجه، ساعات بيسموها نيم سبيس باكج، مفيش مشكله. لكن في الاخر ايه المعنى؟ المعنى بتاعها ان الموديول ده بيحتوي على مالتيبل اوبجكتس، يعني ممكن يكون عندنا كلاسز كتير، يعني كلاسز فانكشنز غيره، تمام؟ ده الموديول في الاصل. طب الباكج ايه مفهومها بقى؟ الباكج كونتين مور than one module. يعني لو انا بقى عايز احط مجموعه موديولز مع بعض. طيب هل الناس مش سامعاني بشكل كويس؟ طيب انا بعلي صوتي قدر الامكان. سامعاني على الاخر. طيب يبقى الموديول او الموديول ده يحتوي على مجموعه من الكلاسز والفانكشنز و و و خلاص، هو عباره عن فايل في الاخر. الباكج بقى لا، مجموعه من الفايلز اللي هي مجموعه من الموديولز، خلاص متقسمه فولدرز وفيها اكتر من موديول. يعني الباكج از اكشوالي فولدر كونتيننج وان اور مور موديول ايه فايلز. يعني انا خدت كده مجموعه من الموديولز مع بعضها. زي ايه مثلا؟ انت اتعلمت مثلا في الداتابيز وعملت مجموعه كلاسز ومجموعه فانكشنز في كذا ملف وقسمتهم، ممكن تعمل باكج اسمها مثلا اكس دي بي بتاعتك، وانت مجمع فيها الشغل بتاعك كله مستفه وبقت باكج وبتشتغل عليها. فهمتني؟ مجموع بقى شغل كتير انت بتستدعيها وبقت مسهله لك شغل كتير. فاهمني ولا مش واصله الفكره؟ تيجي مثلا بتعمل البروجكت بتاعك ده، البروجكت سميته ماي اب مثلا. جوه ماي اب ده بقى الابلكيشن بتاعي بعمل بقى ايه فولدر، كل فولدر باسم الباكج. يعني ده سميته باكج 1، ممكن اعمل فولدر تاني اسمه باكج 2، ممكن اعمل فولدر تاني اسمه باكج 3 الى اخره. ماشي؟ باكج بتاعتك وتقدر تحط اول حاجه فيها لازم يكون في فايل لو اندر سكور اندر سكور انيشال اندر سكور اندر سكور باي، زي الكونستراكتور كده، صح؟ وهو كذلك هنا في الباكج، وهو كذلك في الباكج، اكنه الملف الرئيسي لفكره الايه الباكج بتاعك، تمام كده؟ طيب واقول لكم ايه اهميته وبيعمل ايه بالظبط. وبعد كده تحط الفايل الاول اللي هو عباره عن الموديول بتاعك، والفايل الثاني اللي هو عباره عن الموديول الثاني الى اخره، من مجموعه الموديولز اللي انت عايز تأدها للايه؟ للبروجكت بتاعك بالشكل ده، تمام كده؟ يعني لو احنا عايزين نعمل فور اكزامبل نعمل الكلام ده قبل ما نتخطى للخطوه اللي بعد كده، فانا هروح على المكان اللي احنا بنسيب فيه الشغل بتاع البايثون بتاعنا. تمام، كان في اكزامبلز تقريبا، وجيت قمت عامل. طبعا تلاحظوا ايه في حاجات تخص الكاش زي الماي فانكشنز، يعني كانت مستدعاه حاجه. قايل له طيب انا مش فاهم الكلام ده، اديني واحده واحده. قلت له ماشي. طب جاي عامل ايه؟ فولدر سميته ماي اب، تمام، او ماي بروجكت زي ما انت عايز. وهنا قام جاي مسمي الباكج بتاعتي، خلاص الباكج سميتها مثلا كومون فانكشنز. يعني ايه؟ يعني الفانكشنز اللي انا بستخدمها بشكل معتاد بالنسبه لي، تمام، حاجات شائعه او عامه. او نمشي على المثال اللي احنا عاملينه هنا ونسميه باكج واحد زي ما انتم عايزين. ماشي؟ مش كده مفهومه ولا خلينا باكج كاكزامبل تجريبي يبقى ودي بقى باكج جون، تمام. جوه باكج جون ده المفترض نعمل ايه؟ نعمل بالطبيعي اقل حاجه 3 ملفات. طب واحد يعمل ملفين بس مش مشكله،
فانا هقوم جاي عامل كده من فايل نيو وعامل سيف اول ملف عندي. خدلكم من اول ملف اول ملف اللي هو الاي 9 اي 90 صح examples وادي ماي اب بحطه جوه الباكج تمام سميه اندرسكور اندرسكور initial underscore underscore صح كده وسيف. الفايل ده بنكتب فيه ايه؟ في الغالب يا شباب الفايل ده بيبقى فاضي. الفايل ده في الغالب احنا ما بنكتبش فيه حاجه خلاص. ايه اهميته وبيعمل ايه وممكن نكتب فيها هوريكم كمان شويه تمام. لكن مبدئيا هو بس بنعمله كده وهشرح لكم اهميته ايه وبيعمل ايه بس واحده واحده. وجيت هنا قلت قال والله هعمل اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الموديول 1 وموديول 2. ده الموديل 1 وادي ايه موديل 2 ماشي. عندي كمان ايه ملفي خلاص كده الفايلين. يبقى كده انا عندي الباكج ماشيه بالاسلوب اللي احنا عملناه ده اهو. بس احنا ما سميناش فايل 1 سميناها موديل 1 ماشي ماشي الحال تمام. وادي باكج 1 والكلام ده كله حلو. هنا هنشرح يعني ايه الاي ان اي الاي ان اي تي الانيشاليزيشن فايل ده ايه. الاول خلينا ناخد مش مشكله خلينا ناخد الموضوع على بعض. الانيشاليزيشن فايل ده هو اصلا معمول عشان غرضين. الفايل ده بيتعمل عشان ايه؟ عشان غرضين. اول غرض البايثون لما بيعمل الانتربريتر او الكومبايلر بتاع البايثون لما يجي بيقرا الفايل بيقرا البيانات خلاص ونشوف الفولدرز بتاع الباكج والكلام ده كله. الاول بيشوف هل الاي ان اي تي سامح له بالفايلز دي ولا لا؟ حد يقدر يوصل لها ولا لا؟ يعني معنى كده ان احنا ممكن لما بنسيبها فاضيه معناها ان احنا سامحين بكل الملفات ان اي حد يوصل. سامحين لكل الملفات ان اي حد ايه؟ اي حد يوصل. طيب لو احنا او الغرض الثاني ممكن نحدد حاجات معينه تشاف وحاجات معينه ما تشافش. يعني ما مش ممكن ما اسمحش ان كل حاجه تعمل لها امبورت. ممكن ما اسمحش ان كل حاجه نعمل لها ايه؟ امبورت. فمن الاخر بنكتب جواه ممكن نكتب جواه ايه اللي يتعمل له امبورت وايه اللي ما يتعملوش ايه؟ امبورت. يعني انا حاطط موديولز كتير ممكن اقول دول يتعملوا امبورت الباكج دي الموديول دي لا. لان دي موديول داخليه بس مجرد الموديولز الثانيه بتستخدمها والناس بتشتغل على اللي بره. على الرئيس اللي بره كده مثلا تقسيمه. في غالب الاوقات بنسيبها امتي بنسيب الفايل ده فاضي ومعناه ومعنى لما تسيبه فاضي ليه معنى. يعني انت تعمل الملف ده فاضي ليها معنى. معناها ان all functions في كل الموديولز افيلبل في الباكج دي. وصل الفكره؟ فمعنى الملف فاضي ما تستغربش تقول ايه ملوش لازمه. لا هو لازمته معناه ان كل الفانكشنز كل الموديولز اللي جوه الباكج متاحه انك توصل لها. ده معنى ايه؟ انك تسيب الفايل بتاع الانيشاليزيشن ده فاضي. هل مفهوم مستوعبه النقطه دي؟ واضح يا دكتور واضح. طب لو انا مش عايز اعمل كده عايز احدد حاجات معينه. بص هتقوم جاي كده عامل مش في جوه الانيشاليزيشن فتكتب مثلا فروم دوت فايل 1 او دوت موديل 1 امبورت الفان 1 والفان 2. طب وفان 3 انت خلاص استبعدتها كده. وفروم دوت فايل تو امبورت الفان 1 يبقى اي فانكشن ثاني انت استبعدتها كده. بس ببساطه دي لا يحتوي الا على الاوامر دي. فهمتوني؟ دكتور هذا داخل الانيشال الاول واحد هجربها معاك جربها معاك بس الاول نحط فانكشنز ونجرب ماشي؟ تعالى نعمل كده نجرب خلينا ماشيين مع الاكزامبل ونجرب ببساطه بدون تعطيل. يعني انا جيت عملت ايه جوه الموديول 2 قمت عامل مثلا ديف قمت عامل ايه؟ فان 1 ماشي؟ وقلت ان فان 1 دي بتريتير اي كلام فانكشن 1 حلو سهل صح؟ طيب وجيت قمت عامل كمان ايه؟ 2 3 يلا عشان اكسبيوت حاجات وادي 2 وادي ايه؟ وادي 3 كل اللي بتعمله اللي بس تقول لي لا ده انا الفانكشن الثانيه انا الفانكشن الثالثه فاهمني ولا ايه؟ نعم زود بس ايه؟ ده موديل 2 صح؟
كنا يعني رساله كده تعرفنا ان هي اشتغلت ولا ما اشتغلتش بس وان كانت في انهي موديول بحيث نعرف عارفين هي اشتغلت. يعني طبعا الشغل انت اي شغل بقى في بالك تحطه بالشكل ده. طيب يبقى انا يبقى انا عملت ايه؟ موديول عادي في مجموعه من الفانكشنز ايا كانت التفاصيل اللي فيها مش قضيتنا دلوقتي، احنا دلوقتي بنباكج بنعمل تقسيم وتوزيع مش بنشوف ايه العمليه ذات نفسها. والموديول 1 انت عامل فيه نفس الكلام بس اقول ده من فروم موديول ايه 1. ماشي مفهوم؟ حلو. تعالى بقى للايه؟ للشغل بتاعك. تمام؟ الشغل بتاعك اللي هو جوه البروجكت بتاعك، البروجكت بتاعك اسمه ماي اب صح؟ خلاص؟ البروجكت بتاعي اسمه ماي اب. وبالتالي انا هعمل اول فايل ليا جواه. يعني هبدا اعمل الشغل بتاعي هنا جوه الاب ده، في باكج بقى فولدرز وباكجز وكلام من ده. هاجي هنا ومعين مثلا ده الفايل الاول بتاعي فهعمله مثلا ايه؟ تيست كول هسميه كده مثلا. تيست كول اللي هو مجرد ان احنا بس يعني هننادي ونشوف الاستدعاء بتاعنا هيبقى سليم ولا ما هواش ايه؟ ولا ما هواش سليم. ماشي يا شباب معايا؟ نعم. ثواني بس بعد اذنكم. طيب معاكم؟ طيب الوقت هنبدا نعمل التست كول اللي هو بيتكلم بقى بينادى على الحاجات اللي موجوده عنده في الباكجز. تمام؟ عشان سمع الباكج هو قال ايه؟ فروم وقت باسم الباكج، الباكج بتاعتك كان اسمها باكج ايه؟ اسمها باكج 1 صح؟ يبقى فروم باكج 1 امبورت انا عايز استدعي خلاص؟ واكتب بقى اسم اللي انا عايز استدعيه اللي هو مثلا موديول 1 مثلا. يعني الباكج الاولاني انا عايز استدعي الموديول الايه؟ الموديول الايه؟ الاول. هل كده في مشكله؟ لو جيت عملت برنت وقلت له موديول 1 دوت كان عندنا فان 1 صح؟ صح ولا ايه؟ فان 1 نعم كده بس سامعني. لو جيت قلت في 5 قايل له فروم باكج 1 انا حاطط المكان مظبوط جوه ماي اب صح؟ وقايل فروم ماي باكج ممكن اقول فروم ماي باكج دوت. كان في اسلوب تاني برضه انا بس مش عارف ليه وعلق معايا. اسمه دوت موديول 1 ممكن اقول له امبورت فان 1 سو برضه نفس الكلام هو مش قادر يتعرف على الباكج اصلا من اساسها هو كده يعتبر مش شايف الباكج صح؟ from my package all import الحاجة اللي أنا عايزها مظبوط. طيب from لو كتبتش اسم الموديول كده دي غريب. طيب تاني فروم باكج 1 امبورت انا جربت ايه؟ انا جربت ال جربت الاكتر من طريقه، جربت الاولانيه اللي هي اللي هي فروم ماي باكج بتاع امبورت الفانكشنز بتاعتي صح؟ يعني فروم الباكج 1 امبورت الموديول الاول او الثاني ماشي؟ وبعد كده قلت لهم بقى من موديول 1 دوت فانكشن 1 بس هو بيطلع لي ايرور ايه ان ال ان ال عاوز ان الباكج هو شايفها مديول صح؟
الباكج هو شايفها هنا ايه؟ موديول صح؟ معايا شباب ولا ايه؟ مش معايا انت فصلت ولا ايه؟ نعم دكتور. هنا بيقول الموديول not found error تمام؟ دكتور ممكن السبيلينج؟ يعني في شيء ده قلنا ايه مشاكل السبيلينج بالتالي مش عاملين باكج بي كابيتال اه مش سنسيتيف هي المفروض ان هي عادي بس هو فعلا بدا يشوفها كده لان المفروض انا كنت متخيل الفولدرات مش هيبقى فيها سنسيتيف يعني هو كده احنا مشينا صح هو بس كان اسم اسم الباكج مكتوب اسم الباكج مكتوب تمام وبالتالي دلوقتي قلت فروم باكج 1 احنا اللي عاملين فولدر كابيتال كده امبورت انا كنت متخيل الفولدر كابيتال او اسمه مش هيفرق بس هو فرق باكج 1 دوت امبورت وامبورت موديول 1 خلاص قلت له موديول 1 دوت فانكشن 1 جاب صح معايا ولا ايه؟ نعم فانكشن 2 دوت 5 جاب طيب لا قلت له برنت بس من موديول 1 من موديول 2 فانكشن 1 ودوت 5 طبعا هيضرب لان موديول 2 اصلا ايه؟ احنا ما استغلناهاش صح؟ طب هنعمل ايه؟ هنعمل موديول 2 خلاص ودوس اف 5 قال لي ماشي كده عجبني يبقى كده موديول 2 فانكشن 1 برضه ايه؟ اشتغل يبقى كده قدرت اعمل امبورت موديول 1 وموديول ايه؟ وموديول 2 من جوه باكج 1 واصله الحته دي ولا لخبطه؟ واضح جدا ده اول شكل احنا جربناه على فكره اول شكل احنا جربناه لكن هو كنا جربنا شكل ثاني اللي هو ايه اعمله في ملف ثاني يعني اعمل لكم في ملف فايل ثاني عشان ده برضو كل الشكل ده يفضل موجود عندكم ممكن نقول برضو import package 1 dot مثلا module 1 والimport تبقى للايه للfunctions اقول له مثلا fun 1 وfun 3 فاهمني؟ ده شكل تاني تعال نجربه برضو عشان module 1 fun 1 module 1 fun 2 module 1 fun 3 طبعا هيضرب في ايه؟ هيضرب في فان 2 المفروض صح؟ لان احنا مش عاملين لها امبورت بس في 5 هو ضرب في موديل 1 اساسا اه ما احنا مش محتاجين بقى نكتب كده صح؟ احنا مستدعينه مباشره كده احنا مستدعين باسم ال باسم الفانكشن على طول صح؟ وبالتالي لو زي ما جربنا الاولانيه اتطبعت الثانيه هي اللي ضربت لان فان 2 طبعا احنا ما عملناش ايه؟ ما عملناش امبورت اللي هي دي import الفان 1 وفان 2 function 3 دي 2 دي وفان 3 اس الفان 2 دي مش لو عملنا كده كده ايه قدر يشوفهم عادي صح؟ ده شكل برضو اخر من شكل الايه؟ الاستدعاء لما نكون بنتعامل مع الباكجز اتخيل كده انتوا بدأتوا تفهموا حاجات ليه كنا بنستدعي اشكال غريبه واحنا جوه ال واحنا جوه البتاع دوت واحنا جوه ال الملفات العاديه كنا بنستدعي باشكال مختلفه المفروض انتوا كونتوا فكره عن الفكره بتاعه الباكج اتعملت ازاي وليه احنا بندعي بننتهي بالشكل ده ودي معناها ايه ودي معناها ايه جوه الباكج يعني ما واصله ولا ايه؟ ما ده دكتور طيب انا هعمل طريقه ثالثه كده اتاكد ان هي مظبوطه برضه معانا وشغاله لو جيت قلت ماي باكج واحد قلت له فان 1 وفان 3 لما نيجي نقول بقى فان 1 كان نوت امبورت فان 1 باكج 1 لان مش متحدد الكلام ده في الاي ان اي عارفين ليه؟ لان ده مشترك عارفين ايه مشترك؟ كلمه فان 1 وفان 2 الحاجات دي مشتركه في اكتر من مكان صح ولا ايه؟ يعني ايه؟ يعني لو رحنا كده بس فتحنا الموديول الاول في فان 1 وفان 2 فان 3 وكذلك الموديول الايه؟ الثاني صح؟ صح ولا ايه؟ طب لو عملت انا فان 7 فان 7 دي مش موجوده غير في واحد بس دلوقتي اللي هو الموديول 1 صح؟ نعم لو جيت قلت له كده انا عايز استدعي بس فان 7 وهنادي طبعا على فان ايه؟ 7 اشتغلت شويه قال لي لازم تحدد في الاي ان اي لازم تحددها بقى فين؟ الاي ان اي
طب تعال نحدد الاي ان اي المره نتعلم ازاي الاي ان اي بنحدد فيه حاجه تمام يعني الثاني على طول لازم يكون في الاي ان اي انت عامل ايه عامل اكستراكت الفانكشنز معينه عامل اكستراكت الفانكشنز معينه بالاسلوب ده يعني فروم وامبورت قلت له ماشي طبعا لو رجعت فتحت الاي ان اي قلت له فروم خلاص وتلاحظ طبعا بعد فروم بتعمل دوت سيشن دوت بي ام فايل 1 دوت قلت له بس احنا نقول موديول ايه؟ 1 هتعمل امبورت امبورت الايه؟ اقول له مثلا فان 1 وفان 2 ماشي؟ مش هيستدعى فان 3 نفس الكلام بس من موديول 2 هيمبورت 1 و2 الفان لا مش هينفع 1 و2 لان كده هيحصل كونفليكت في المسميات صح؟ والا بقى سيبها باسم الموديول عشان ما لخبطش فاهمين القضيه؟ فاهمين الحته دي ولا ملخبطاك؟ انا هنا بكستراكت خلاص الاسماء دي بقت اسماء مباشره طالما اسماء مباشره ما ينفعش بقى ان انا اخليها اسماء متعارضه مع بعضها ولا هيستدعي السبع ازاي؟ ما دكتور باخد من الموديل ما هو من الامبورت يعني بيقرا الامبورت من الموديل 1 يبقى ساعتها انت تحدد الموديل بقى فهمتني؟ انا جبت 1 2 من الاول وجبت 3 و7 من الثاني ماشي؟ حلو هوريكم انا اقصد دلوقتي انا كنت قايل هنا اهو باكج 1 امبورت ايه؟ فانكشن 7 صح؟ نعم كانت بتطلع ايرور تعال نجرب المره دي طلعت ايرور برضه سبحان الله طيب مش عارف وين تروح نعم مش محدد لي الموديل دكتور ايوه انا كنت عايز اهرب من ان انا احدد الموديل اصلا دي الفكره بتاعتي فاهمني؟ هو حتى قال لي كان نوت امبورت نيم فان 7 فروم باكج 1 موديل 2 واخدين بالكم؟ يعني هو عارف ان هي في موديل 2 اهي يعني انا ماشي صح موديل 2 هو شافها ان هي في موديل 2 وضرب في الموديل 2 دوت باي وقال لي المشكله عندي وانا وبستدعي هنا او حتى بص ضرب في الفايل برضو اللي هو الاي 90 قال لي وانت بتعمل فروم موديل 2 وانت بتمبورت فان 3 وفان 7 حصلت مشكله وبعد كده في التست كول يعني هم مشوا كده تست كول انت عملت امبورت من باكج واحد امبورت فان 7 دي راحت تنادي على ملف مين؟ الاي ان اي تي صح؟ الاي ان اي تي نادى على امبورت ايه؟ موديل 2 وعايز يعمل امبورت للفانكشن اللي اسمها فانكشن 3 صح ولا ايه؟ نعم صحيح وبعد كده قال لي لا وبعد كده قال لي انا مش قادر بصراحه انادي على فانكشن 7 اللي في الموديل 2 طب ممكن تكون فانكشن 7 فيها اي مشكله ولا نشوفها على طول على السريع؟ موديل 2 ما فيهوش اصلا فانكشن 7 يا شباب. قول لي انت بقى يبقى احنا كتبناها في موديل 1 مش في موديل 2 صح؟ قرأها في الموديل 1؟ احنا حطيناها في موديل 1 بس نادينا عليها من موديل ايه؟ 2 طبعا ده غلط يبقى معناها ان فعلا ملف الاي ان اي هو اللي عين اللي زعلان هو مش عارف يجيب خلاص خلي هنا نجيب فان 2 وفان 3 وهنا هجيب فان 1 وفان ايه؟ 7 كده صح ماشي؟ موديول 1 في فان 1 وفي فان 7 وموديول 2 في فان 2 وفان 3 ماشي؟ نعم يا شباب ولا ايه؟ نعم واضح وسيبت ورجعت تاني عشان اجرب ايه اجيب من الباكج على طول الفانكشن اللي الفكره اللي عايزين نعملها يعني الحمد لله اشتغلت تاني بقت موديل 1 فانكشن 3 راني طبعا عشان احنا كنا واخدينها كابي بيست من فانكشن 3 يعني احنا السرعه مكلفانا كتير بس اهم حاجه تكونوا فاهمين يعني احنا اللي كاتبين ان دي فانكشن صح؟ دي غلطتنا احنا اما ان هو ضرب في فانكشن 3 ده صح لان مفيش فانكشن 3 لان مفيش فانكشن 3 احنا اصلا مستبعينها اساسا صح؟ طب لو احنا عملنا كده قلنا ونستدعي كمان فانكشن 3 وعملنا اف 5 كده بدا يشتغل معايا كل حاجه صح من موديول 1 لفانكشن 7
وموديول تو فانكشن سي، رغم ان انا ما قلتش من انا موديول، انا قلت من باكج اونلاين عايز فانكشن 7 عشان فانكشن 3 فاجيبهم. طبعا لو قلت له فانكشن 2 برضه هيشتغل لان في فانكشن 2 صح؟ نعم تمام كده؟ واضح. دي فكره مهمه وفي غايه الاهميه، بس لما نيجي نكبر الشغل بتاعنا وبس الشغل صغير فمش ايه؟ مش حاسين اهميتها، بس انت كده بتبني بنفس الاسلوب اللي البايثون مبنيه بيه، خد بالك. بايثون مباكجه عامله باكجنج لكل شيء. يمكن احنا دورنا المره اللي فاتت وعرفنا الباكجز موجوده فين، فاكرين ولا ايه؟ نعم. شفنا باكجز بتاعت الاس كيو لايت، شفناها بتاعت الحاجات اللي موجوده، ودي معناها ان الحاجات دي مبنيه بنفس الاسلوب بس بقى جوه كلاسز وجوه باكجز وجوه، فاهمني؟ اخر حاجه هقولها في الباكج كده على السريع وبعد كده هنخش. يعني يا دكتور بعد اذن حضرتك، هو ده يعني الباكج دي كانها بيلت ان جوه البايثون بس احنا اللي عاملينها؟ في فانكشنز بيلت ان جوه البايثون اللي هي اصلا من اصل اللغه دي ما بنتكلمش عليها، ماشي؟ لان احنا اتعلمناها زي ما قلنا زي الماس. زي ايه؟ زي الماس من اصل اللغه. في باكجز ثانيه ممكن نشتغل عليها، بننزلها كباكج ونشتغل عليها، صح؟ تعرفوا دي ولا تعرفوهاش؟ يعني مثلا احنا لما المره اللي فاتت دخلنا على الانفايرمنت هنا ودخلنا شفنا الباز، لقينا ان البايثون مستطبه في الحته الفلانيه، صح؟ ولما رحنا شفنا الملفات هناك كده اهو، بس دخلنا تقريبا في الليب هنا، لقينا ان في ادي باكج، في باكج مشهوره اسمها اتش تي تي بي مثلا، ماشي؟ اتش تي تي بي دي فيها شغل كتير احنا لسه ما نعرفوش، زي كوكيز. لو حد يعرف عن الويب حاجه هيعرف ان كوكيز سيرفر كلاينت، يعني الحاجات الاساسيه بتاعت الويب موجوده في اتش تي تي بي. فدي باكج مهمه لازم تشتغل عليها. في باكج اسمها جيسون مثلا، دي باكج خارجيه وعلى فكره ممكن نشتغل عليها، يعني ممكن نشتغل عليها عادي. باكج دي بتديك ازاي تسكان ملف الجيسون تقراه، يعني ازاي تانكوده وتديكوده، تفكه وتقراه، فاهمني؟ تفكه وتشفره يعني وهكذا. ده موجود. في باكج ثانيه مثلا شهيره زي باكج اسمها اس كيو لايت 3. اغلب الناس بتشتغل تيجي تقول لك احنا هنشتغل على مثلا على ويب سايت، ليه بيشتغل على اس كيو لايت 3؟ بيشتري دماغه ليه؟ ها؟ لان الباكج جاهزه مستقبلها هنا وخلاص، دماغه، فاهمني؟ هو ليه؟ لانه مش عارف يجيب، مش طبعا مش مؤسس يكون عارف، ممكن يكون فاهم ان الناس اللي قدامه مش كويسه. فعارف ان هو محتاج ينزل ملفات عشان يعمل دامبنج ويعمل بقى تيستنج ويعمل بقى حاجات خاصه بالداتابيس. وكذلك الشهير برضو تيكنتر. تيكنتر ده مهم جدا، ده بيعمل لك حاجات خاصه بالديسكتوب ابلكيشنز، يعني خلاص ازاي تطلع دايلوج مثلا، تظبط الفونت، مسج بوكس تطلعها ازاي، فاهمني؟ الى اخره. فدي حاجه موجوده. فازاي انا فاهمه ان البايثون ليها باكج بينزل معاها، ملفاتها بتنزل معاها. احنا دلوقتي بنعمل الباكج بتاعي. ايوه ما انا قصدي كده، بس هتبقى بلت ان ولا ايه برضه؟ يعني بلت ان؟ عايز تحطها زي دول يعني؟ احنا هندخلها فيها ولا حضرتك مش فاهمه بنعملها ليه؟ هي دلوقتي احنا عملناها جوه البروجكت بتاعنا. يعني حاليا احنا كل عملناه هتفيدنا في البروجكت يعني. عادي البروجكت بتاعي اللي هو الملفات دي والباكجز متجمعه اهي تحتيها. حتى طيب اللي هو هنحط عليه بقى السيتنج دوت باي بعد كده، صح؟ هو السيتنج تقدر تحط سيتنج طبعا زي ما انت عايزها. تقدر تحط سيتنج زي ما انت عايزها. وده الملف الرئيسي بتاعك اللي بدخلك، وبعد كده حط باي كاش اهو، وبدا يرمي الملفات بتاعتك واستخداماتك، يعني بدا يعمل اكنه باكج حقيقيه تمام 100%. زي ايه بقى؟ انا قصدي زي اللي موجود اصلا فيه. زي اللي موجود اصلا. ناخد بقى اخر حته بقى مهمه جدا، اللي هي هتعلينا بقى شويه، زي الموجود اصلا بس ازاي بقى نعمل انستول للباكج دي جلوبالي. يعني ايه بقى تنزل وتتسطب وتبقى موجوده على الجهاز زي اللي موجود عند مين؟
زي ما هو جوه البايثون زي مثلا اس كيو لايت 3 اللي كانت موجوده دي مثلا او زي الاكس ام ال او زي الجيسون دي مكتبات خارجيه مساعده احنا عايزين بقى نعمل بقى مكتبه خارجيه مساعده بتاعتنا فهمتوا الفكره؟ فهمتوا الفكره مش واصله؟ اه تمام يا دكتور احنا دلوقتي عايزين نعمل شغلها بسيطه جدا جدا هي ثابته اصلا قال لك عشان تعمل انستول للباكج جلوبالي ممكن نسطبه بحيث يرن بقى السيت اب سكريبت حاجه اسمها سيت اب سكريبت بحيث تبقى الملفات دي تتنقل في البايثون وتبقى البايثون كلها شايفاها يعني عملت اي بروجكت ثاني على الجهاز بتاعك بتبقى شايفه الايه؟ شايفه الباكج دي طبعا دي حاجه مهمه صح؟ مش بس جوه الفولدر بتاعي لا اي بروجكت خلاص بقت نازله وبشتغل بيها تمام؟ بنعمله في حاجه اسمها سكريبت سكريبت بنعمل سكريبت في فانكشن اسمها سيت اب فانكشن اسمها ايه؟ سيت اب تمام وبنسترعي فيها حاجه اسمها سيت اب تولز دي اصلا نازله مع البايثون سيت اب تولز دي نازله مع مين نازله مع البايثون في الاساس فهنسترعي منها حاجات تعمل لنا سيت اب للايه دي للشغل بتاعك ماشي معايا ولا مش معايا معاك يعني هنسترعي موديول اسمه سيت اب تولز هيعمل لنا السيت اب فانكشن اللي بتشغل لنا الايه اللي بتشغل لنا ان احنا نعمل سيت اب للملفات بتاعتنا وتبقى ملفات واقعيه زي اللي احنا بنشوفها عادي جدا تمام؟ طيب حلو هنحفظ الكود اللي جاي هوري لكم ملف السيت اب دبي ده بس خد بالك الملف السيت اب دبي ده لازم يتحط في البيرنت فولدر يعني جوه الماي اب على طول حطه في الملف الرئيسي زي ما هنعمل دلوقتي مع بعض ان شاء الله ماشي؟ الملف ده ثابت مش لازم تحفظه يعني ولا حاجه بس تبقى عارف ادي الملف اهو سيت اب دبي باثنين ودي نعمله كده هاخد كده كده هو جاي عامل سيت اس بس لازم احطه جوه ماي اب يعني بره ماشي احط الملف ده ايه بره معايا مش معايا واسميه سيت اب دبي اسمه معروف سيت اب دبي واشيل كل اللي فيه وهكتب الكلام ده، تعال نقرا الكلام ده ايه. اولا هينادي من سيت اب تولز وعرفنا سيت اب تولز يعني ايه؟ باكج معموله جاهزه خلاص؟ هامبورت السيت اب قمت نادي على سيت اب ادي الفانكشن قمت باعت له الايه؟ قمت باعت للفانكشن دي البارامترز بتاعتها والارجمنتس بتاعتها. بس. طبعا وبعتناهم ليه بكلمه بيساوي بيساوي بعتناهم كلمه بيساوي عشان ترتيب الحاجات ما تتوهش مننا. النيم سميتها باكج 1 او اسم بقى داتا بيز اكس داتا بيز سمي اللي انت عايزه. فيرجن حط الفيرجن بتاعك اللي انت عايزه. ديسكريبشن اكتب كلمتين عن الباكج بتاعتك. يو ار ال لو ليك موقع بيشرح الباكج يا ريت تحط اللينك بتاعه. تمام؟ الاوثر اكتب اسمك هي ده غلطه عشان بس ملف الورد تمام الاوثر حط الايه؟ حط اسم اللي كاتب اللي عامل الباكج الايميل بتاعه حط الايميل بتاع اللي عامل الباكج طبعا الفايلز ديت طبعا بتبقى عباره عن مجموعه حاجات كتير يعني ممكن دي لو دخلنا فيها نطول شويه لكن دي تبقى زي الايه؟ ترخيص تمام؟ دي تبقى عباره عن ترخيص انت الترخيص بتاعك انت مجاني انت بفلوس انت فاهمني؟ فدي حاجات لو انتم بحثتوا عنها هتلاقوا ان الام اي تي دي معناها ان السوفت وير بتاعك فري واي حد يقدر يشتغل عليه فاهمني؟ معايا ولا ايه؟ تمام دكتور انا عملت اللي هو النوع الفري لكن انت ممكن تخش على مثلا على ويكيبيديا تتفرج على انواع كتير طبعا يعني انا اعلم منها وابهى يعني في منها كتير حاجات مشهوره وفي حاجات مش مشهوره في اي نوع من الانواع اللي انت عايز تحط عليها حقوق وكلام من ده هتخش تقرا بس ايه شفت راح فين انا مش لاقي كانش كده كان في ملف كده مليان كل الليستة هتبقى ليه الجي ان يو شهير بس انا هاخد كل الجي ان يو ام اي تي شهير بس في حاجات تانية اعلى من كده يعني في انواع كتير
ممكن تبقى بص على لوج فلوس وغير فلوس، وانت بتشوف انت عايز تحط الحاجه بتاعتك ازاي. تمام، دي طبعا قصه طويله وفي انواع كتير وفي انواع ليها حقوق، يعني القصه مش بتاعتنا يعني. تمام، بس هي قصه ممكن الناس تبص عليها يعني. بعد كده بقول الباكجز، لان ممكن الفولدر ده يبقى مليان باكجز. خد بالك احنا عملنا فولدر اسمه باكج 1، لو عملنا جنبيه فولدر اسمه باكج 2 وفولدر جنبيه اسمه باكج 3 عادي، صح ولا لا؟ هتعمل ايه ساعتها؟ عملت اري باكج 1 كوما باكج 2 باكج 3 باكج 3 ده ليست، صح؟ يا دكتور يعني هي قواعد عشان اعمل ملف السيت اب ده؟ في قواعد معينه؟ هو ده سبب، هي ما فيش فانكشن اسمها سيت اب وبنبعت لها الحاجات دي وخلاص، ما فيش يعني فيها لعب. فاهمني؟ فبنحط بس الديسكربشن، اسم الباكج بتاعتنا، مين اللي الفها، الايميل بتاعنا. في طب لو انا شلت منها هيأثر في الملف؟ هيطلع حاضر. هيأثر في الابلكيشن يعني؟ لو هتبقى هتطلع فاضي، يعني لو شلت بس اليو ار ال هتمشي الحاجة، بس اليو ار ال هيطلع فاضي دايما. تمام؟ بس لو كنت انا ما حطيتهولكيش ما كنتش هتعرف ان في حاجة اسمها يو ار ال. فاهمني؟ عشان كده حطيتهم كلهم عشان تشوفيهم. يعني تعليما يعني. تمام؟ عشان نعرفهم. الزي اي بي سيف لو انت ضاغط الباكج، انا قلت له احنا مش ضاغطين الباكج مفتوحه يعني. تمام؟ ده ملف السيت اب بتاعك. بس هو ده اللي موضوعي تقريبا، هو انتم بتغيروا البيانات، مفيش فيها يعني شغل ولا تفكير ولا تشغيل مخ يعني ولا حاجه. هو نفس الفانكشن بس بنغير ايه؟ بنغير البيانات بتاعك. طب انا عايز انفذ بقى. عايز اسطب يعني. عشان تعمل اكزكيوت للكوماند بتاعتك، عشان تنزل الباكج بتاعتك، بتستخدم حاجه اسمها البي اي بي. طيب البي اي بي دي حد يعرف هي عباره عن ايه البي اي بي؟ بايثون بايثون انستول باكجز. البي اي بي معناه بايثون انستول باكجز، يعني في زي ما تقولوا كده ايه، اي باكج عندك موجوده في البايثون عايز تسطبها، في هنا حاجه اسمها البي اي بي، هو ده المختص بتحميل الايه؟ باكجز بتاعتك. نعم. اسطبها بسرعه وبعد كده نبقى ولا ايه؟ نعم. وبعد كده عشان بس وبعد كده نشوف الاسئله. يعني لو احنا جوه الفولدر بتاعنا عملنا بي اي بي انستول، لاحظوا قال لي ايه؟